انطلقت في العاصمة المؤقتة عدن فعاليات البطولة الكروية المدرسية لطلاب منتخبات المحافظة على ملعب الشهيد الحبيشي بمشاركة 9 فرق رياضية ضمت العديد من المحافظات اليمنية تزامناً مع اليوم العالمي للشباب. بطولة ضمت منتخبات عدن وتعز وشبوة والحديدة واللحج ومأرب والضالع والمهرة وأبين، ولم تغب عن فعالياتها الإثارة والمنافسة الشديدة على إحراز اللقب وسط أداء ومستوى مميز. تشرفونا كذلك كل المحافظات من الحديدة من تعز من المهرة من كل مكان، وإن شاء الله هذه البطولة ستكون يعني نكتشف فيها مواهب جديدة وإن شاء الله وستكون دليل واضح جدا على الاستقرار الذي تعيشه هذه البلاد بإذن الله تعالى. وفي ختام اللقاء الكروي الذي أعلن خلاله اختتام البطولة، توج منتخب أبين بطلا بعد أن أظهر التنظيم العالي والانسجام والمهارات الفردية، وتم توزيع الجوائز والكؤوس والميداليات على الفرق واللاعبين ولجان التحكيم، فيما نال أحسن لاعب شهاب أحمد محمد من منتخب تعز، وحصل على جائزة هداف البطولة يسلم ناصر محمد من منتخب شبوة، فيما جاءت جائزة أفضل حارس مرمى للاعب عارف أحمد منتخب أبين. المباراة كانت غليظة شوي يعني ضغط، والحمد لله سيطرنا على المباراة من الشوط الأول وكانت النتيجة 1-0، الحمد لله على الفوز. وإن شاء الله دائما تكون هذه البطولات ملتقى مهم لجميع الشباب للتعارف ولخلق نوع من الألفة والمحبة بين شباب الوطن اليمني، وشكرا. وشكلت البطولة الكروية التي نظمها مكتب التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة فرصة حقيقية للتعرف إلى إمكانيات اللاعبين واكتشاف مواهب جديدة لرفد المنتخبات الوطنية بدماء شابة تسهم في تطوير الرياضة بالبلاد. البطولة انتهت بفوز منتخب أبين المدرسي، ونبارك لهم هذا الفوز ونقول لمنتخب تعز هردلك كانت بطولة ممتازة جدا في مستواها الفني، في مستواها المباريات، في كذلك في مستوى الإعلامي. حكم خبرتي في الرياضة ولي فترة طويلة في الرياضة، رقم 8 من منتخب تعز أفضل لاعب في المباراة بدون أي كلام. القائمون أرادوا إنعاش الرياضة المدرسية بالمحافظة، وإن كان غياب الدعم والاهتمام قد أثر عليها سلبا في السنوات الماضية، لكن وجودها يسهم في تحقيق توازن نفسي ووجداني للطلاب ومساعدتهم على التحصيل العلمي وتجنيبهم الآفات السيئة. لبرنامج أسبوع البلد، قناة المهرية، محافظة عدن.